الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم وسموا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم أو في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُونَ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي وَجُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنْ كَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ من هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وكن هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أنكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فسنعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بما ماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك أعلم بمن ظلم سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وتولى تذهن فيذهنون ولا تطع كل حلام في مهين هماز مشاء بنبيل مناع للخير معتد نصيب أتل بعد ذلك الزنيب أن كان ذا مني وبنين إذا دسنا عليه قال آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخردوب إنا بنوناكم كما بنونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسلموا
منا مسلمين ولا يستسنون فتنفعني طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت قصري فتنادوا مسلمين أن يهدوا على حرثهم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ووضع لحدهم قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظانون بل نحن مغرومون قال أستاذ ما لم كنا ولا ننسى من قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب والعذاب الآخرة أنبل كانوا يعلمون إن للمتقين يدرى بجنة النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فإذا الرسل إن لكم فينا ما تخيرون ولكم أيمان علينا بل ودن إلى يوم القيامة إن نقول ما تحكمون سألهم أيوم ذلك الزعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء كانوا صادقين يوم يشفع عنك ويدعون إلى السجود ولا يستطيعون خاشية أبصارهم تنهكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثلون أم عندهم الغيب فيكتمون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ ندى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفرون يزنقونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود عاد بالقارعة فأما الثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فضرا قوما فيها صرعا كأنهم عجاز نخل خافية فأنترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمدفقات من خادع فأرسلوا رسول ربهم فأخذ مخنة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية ودوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لما سنذر الأيام خالية
وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما يسابيا يا ليتها كانت قاضيا ما أغنى عني ماليا أنا غني سلطانيا خطوفا ونص من جايما صلوا ثم في سلسلة غنوا اجسمون ذراعا فاسلبوا إنه كان لا يؤمن بالله الذين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسرين لا يكونه إلا الخادعون فلا قسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شائن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد القبيل لو خدنا منه باليمين ثم لقضانا منه الوتي فما من عدنا وحاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة لدى الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعالج ترجو الملائكة والروح إليه في يوم كان عنده خمسين نفسدا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا وناره قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالوعيد ولا يحسن وميم وميما يبصرهم يود المجرمون ويرتدي من عذاب يوم ذهب ببنيه وصيبني وخيه والفسينة التي دوهي ومن في الأرض جميعا ثم يؤيك اللعين نظال ساعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فوعا إن الإنسان خلق هنوءا إذا مس الشر جزوعا وإذا مس الخير منوعا إلى المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم من السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين من الفروج ما بدون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين من عمادات وديم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على الصلاة يحافظون أولئك في جنات مغرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أن يطمع كل امرئ منهما يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا مقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين فذرهم يعودوا ويلعبوا حتى يلقوا يومكم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفضون خاشية أبصارهم تناكم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا وعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 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 عليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويخلكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لم يانوا صابيا في آذانهم واستغشوا ثيابهم وسروا واستغبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يواني وبنين ويجعلكم جنات ويجعلكم نارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله السماء والسماوات طباقا وجعل القمر فينا نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إن عصاني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا جبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ذلوا كثيرا ولا تنسين الظالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالداي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وما تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صغيرا ولا ولدا وأنه كان يقول السفينة على الله شطط وأن ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهبا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبس الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئا حراسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشار أريد بمن في الأرض وأراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نجز الله في الأرض ولن نجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فما يؤمن بربي ولا يخاف من ولا رهبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسدون ومن أسلم فأولئك نحرا ورشدا وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يرد عن ذكر رب يسر عذابا صعدا وأن المساجد لنا فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون فسلمون من أضعف ناصرا وقلوا عددا قل ندري أقريب ما توعدون من جعل له ربي عمدا عالم الغيب فلا يدر على الغيب عاد إلا من ارتضى به
برسول فإنه يسلك من بناده ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبنه لسادات ربه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد أو أقوى مكيلا إن لك في النار سبعا طويلا وادعو اسم ربك وتبتل إليه تبديلا رب مشرك مغربنا إنا وفدخل وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم اجرا جميلا وذلني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال فتكن تكن فتكن يوم الواجهة وانشقت السماء فيوم دواهية والملك على آيائها رب السماوات والأرض رب المشاك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وأقوى مكيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله فادخل وكيلا واصبر على ما يقولون واجرهم أجرا جميلا وذلني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال ويوم الجبال ويومئذ وقاد واكيا يوم تقوم السماء كالمهل وتغتمل كالعين ونسأل حميم حميما رب رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق واصبر على ما يقولون أجرهم أجرا جميلا وذلني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكان جبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم وما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذنا وأخذه وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بكان عدو مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يظلمون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأذن وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تقصر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور
الأمور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذنني ومن خلد وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأريكم سعودا إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم بس وبس ثم دبر واستكبر فقال إن سحر يوسر إن هذا إلا قول للبشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تذكي ولا تذر لو أحد للبشر أن يدس العشا وما جعلنا سأذن إلى ملكة وما جعلنا عدة من في السنة الذين كفروا ليستكن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كنا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسود إن هذا إحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت وإن أدري نفسا باليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المرسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض من خائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تنظرة موردين أن محمود مستغفرا فرا من بصرة بل يريد كل امرئ منهم أن يتاسف من الشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمي الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزن إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى ماذرة لا تحرم لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل نعبنا العاجلة وتذرنا الأخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ويفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وكيل من راكي وظن أنه فراق وندفن الساق مساق إلى رب يومئذ المساق ولو صدق ولو صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك انفعونا ثم أولى لك انفعونا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي
يحيي الموتى بما وهو القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أين يشرب بها عباد ويفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ذللها وذللا وضوفا تظليلا. ويطاف عليهم آنية من فضة وأكوام كان سوارير قوارير. قوارير من فضة قدرها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. أين تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رعيتهم حسبتهم نوءا منثورا. وإذا رعيت سما رعيت نعيما ومنكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس عذر واستبرا وحلوا سميرا من فضة. وسقهم رب شرابا طهورا. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منه آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فجرنا واسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء دخل إلى ربي سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدت لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. فالعاصفان يسرا والناشرون نشرا. فنفان ونفان ونفان مرقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمسا وإذا السماء فرجا. وإذا الجبال نصبت. وإذا الرسل أوقدت. لأي يوم عجلت. يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل. ويل يومئذ المكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ المكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم. فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ المكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأمواتا. وجعلنا في أرواس شامخات. وسقيناكم ماء فرادا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا أغني ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر فأنه جمالة صفا وين يومئذ المكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا ينزل لهم فينتظرون وين يومئذ المكذبين هذا يوم الفصل يمنك ونوليد فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ المكذبين إن المتقين في ظلال وعيون والفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ المكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم انكعون ينكعون ويل يومئذ المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله رب العالمين.